هنروح بقى لفقرة برضو من الفقرات اللي احنا فريق الاعداد بيحضرها طول الاسبوع الحقيقة، استاذ احمد توفيق، ابراهيم رمضان، كل الناس اللي موجودين، لاختيار منتخب الاسبوع. منتخب الاسبوع من افضل العناصر الموجودة في نادي الزمالك في الاسبوع الماضي وتألقوا بشكل لافت للنظر. بنكلم مديرين فنيين وبنعرف منهم مين افضل لاعب عنده في، يعني الاختيارات دي مش من عندنا احنا، بنروح للمدير الفني شخصيا وبنكلمه ورشح لنا مين في الباك اليمين، مين عندك الديفندر، مين مش عارف كده، وهكذا لغايه لما نوصل ل كل المواليد لمنتخب الاسبوع. منتخب الاسبوع مكون من حراسه المرمى عمر عبد العزيز مواليد 2008، حارس مرمى جيد، ثم في خط الظهر السيد اسامه 2006، عبد الرحمن علي لسه جايب الجون طبعا 2003، رضا محمد العميد ظهير ايمن 2001، احمد حنفي ظهير ايسر 2006. يبقى خط الظهر مكون من حراسه المرمى عمر عبد العزيز، ثم السيد اسامه وعبد الرحمن علي اثنين مساكين، رضا في اليمين، رضا العميد مواليد 2001، واحمد حنفي ظهير ايسر 2006. خط الوسط عندنا اتنين لعيبة، محمد الخضري لاعب وسط 2001 وزياد كمال لاعب وسط 2007، دول الاتنين الارتكاز بتوع منتخب الاسبوع وتألقوا مع فرقهم بشكل كبير جدا. هنخش على خط الهجوم مكون من ابراهيم محمد جناح ايمن 2001، ثم جناح ايسر انس وائل 2005، ثم ياسين حافظ صانع العاب 2005، ثم النجم الاسبوع طبعا نجمنا النهارده هو احمد محمد سينا مهاجم 2007 اللي احرز 3 اهداف هاتريك في المباراه اللي شفناها منذ لحظات. بالتاكيد ده كان منتخب الاسبوع اللي تالق بشكل لافت النظر مع فرقهم سواء 2001 2008 2006 2005 2007، كل الاعمار اللي هي اخترنا منتخب الاسبوع لقطاعات الناشئين في نادي الزمالك.